قناة منصة الرياضة تقدم لكم. في أول رد فعل على قرار الاتحاد الأفريقي بإيقافه، واصل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هجوماته في كل الاتجاهات رافضا القرار، وداعيا إلى جمعية عمومية طارئة يومي 18 والتاسع عشر من أكتوبر الجاري. واعتبر مرتضى منصور أن الجمعية العمومية هي الوحيدة التي تملك قرار رحيله عن الزمالك، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد لم يكن أحد ليعرفه في مصر قبل أن يذكر هو اسمه دائما بحسب رئيس نادي الزمالك. هذا وقرر منصور شطب عضوية كل من نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر وعضو الاتحاد المصري حازم إمام وياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة وخالد ناصف رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وهم أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، مع التقدم ببلاغ ضدهم للنائب العام بسبب موافقتهم على بيان اللجنة الأولمبية المصرية الداعي لمعاقبة مرتضى منصور. بلغ المنتخب الأسترالي نصف نهائي بطولة آسيا.